السلام عليكم. طبعا يا جماعة الحمد لله رب العالمين. السمان بتاعنا يعتبر عدى كده، داخل في 25 يوم يا جماعة او 24 يوم، والحمد لله رب العالمين زي ما انتم شايفين بصحة جيدة. وطبعا زي ما انتم عارفين ان احنا برضو بنأكلهم للأسف على 21%، طبعا للأسف، لان طبعا اشتريت شكارة كاملة من العلف اللي هو 21%، ومعنتش طبعا ان انا اقدر اشتري واحدة تانية، لان طبعا تكلفتها تعتبر عالية بالنسبة لي، 215 جنيه، فبعتبر مبلغ يا جماعة الخير، ويا دوبك كفاية علينا. بقى قلت بقى ايه، نقضي بيهم وخلاص، والموضوع ايه، نستحمل وخلاص. طبعا يا جماعة انا حاولت ان انا اعوضهم بالخمائر اللي هي فيها نسبة بروتين 40% او 44%، علشان خاطر اعوض السمان اللي هو الصغير ده يا جماعة. زي ما انتم شايفين لسه يدوبك بشاير اهو، حتى يمكن الريش لسه مكملش على جناحاتهم، والله المستعان. زي ما انتم شايفين طلع لي بس ايه، اللي هي واحدة ملكي وياباني، والباقي كله ابيض، يعتبر ابيض بيورها زي ما انتم شايفين، ما شاء الله لا قوة الا بالله. فنخلي بالنا يا جماعة ونحذر اليومين دولي، ونركز على السيلينيوم، لان هيبقى صعب ان احنا نديله سيلينيوم تاني. ولما نختار السيلينيوم يا جماعة نختاره من عند واحد يكون السيلينيوم بتاعه نوع نظيف، لان طبعا انا عرفت ان فيه سيلينيوم مضروب، فطبعا احنا عايزين حاجة نظيفة، حتى لو كانت الزيادة 5 جنيه او 10 جنيه مش مشكلة، على اساس ان احنا ناخد النتيجة اللي احنا عايزينها ايه بسرعة يعني، ومبقاش عندنا ان شاء الله مشاكل. طبعا زي ما انتم شايفين انا بصور لكم يعتبر فيديو حر للسمان، وهو ايه بيقضي يعني وقته بيهزر مع بعض وبيلعبهم، اللي عايز يشرب يشرب. طبعا برضو يا جماعة عايز اقول لكم على بالنسبة الفكرة بتاعت اختلاط السمان الابيض مع الياباني، فكرة كويسة جدا يا جماعة للناس اللي عندها مكان ضيق زي حالتي كده. فلو انت حضرتك هتربي كمية كبيرة مع بعضها مختلطة، فما فيش ان شاء الله مشكلة، لان اللي انا شفته ان من الصعب او قليل جدا ان ذكر بيلقح يعني ايه امهات غير النوع بتاعه، يعني الياباني مع الياباني والابيض مع الابيض، قليل قوي اللي هو بيبقى شاذ عن يعني عن النظريه دي او الطريقه ديتي. فما تخافش ان انت ايه يطلع لك سمان يعني ايه غير صحيح او مش بيور، يعني ما تخافش من الموضوع ده. وفي نفس الوقت برضو ما تخافش ان هما الذكور مش هيعملوا مشاكل مع بعض، لان هي مشاكل السمان اللي هي النوع الواحد ان بيتعدي على زوجاته. وطبعا السمان ده من الطيور اللي بتغير يعني بتغير جدا يا جماعة، فنخلي بالنا من الموضوع ده كويس جدا، ويعني ايه ما نحطش ذكورة مع بعض اكتر من 2 في العين الواحدة من نوع واحد. طبعا شكلهم هم شبعانين كلهم، قاعدين ايه بياخدوا كده جولة في الارض تنظيف، كل واحد ماسك مقشة وعمال ايه بينظف الارض بتاعته او الحتة المكان اللي بيقعد فيها. حاجة كويسة برضو يعني ان هم ايه بيقوموا بطريقة حيوية او بطريقة يعني طبيعية، ان هو بينظف مكانه. زي ما انتم شايفين السلك ما شاء الله والله تنظيف، يعني انا ما بحطش ايدي فيه خالص يا جماعة. طبعا الصوت اللي انت سمعته ده صوت ام، الله اعلم بقى هتبيضها بريشت ولا هتبيضها بيضة كويسة. الصوت ده يا جماعة بيجي نتيجة ام بتبقى ايه هتبيض او باضت. طبعا انا بحط لهم العلف يا جماعة اللي انتوا عارفينه، اوريه لكم برضو. ده يا جماعة العلف اللي انا بحطه لهم، ده علف 21% هيرمان سوبر. سوبر ده يعتبر من انضف الاعلاف يا جماعة،
هو فرقه بينه وبين العادي يعني مش كتير قوي، يعني مثلا بتلاقيها 7 جنيه 10 جنيه بكتيرة. بس بيقولوا ان فيها يعني ايه، فيها سلينيوم وفيها املاح زيادة وفيها ادوية، يعني مش عارف بصراحة هم ليهم حاجة كده بيقولوها. فصراحة انا يوم ما جبتها ولقيت السمان اخد عليها وعجبته، حتى مرة غيرت لقيت العلف مش عاجبه اللي هو العادي، فما عدتش بجيب الا السوبر. وفرق 5 جنيه او 10 جنيه مش مشكلة يا جماعة، بس عشان ناخد نتيجة كويسة. وانت عارفين طبعا ايه السمان مش يعني ما ينفعش ان احنا نلعب معاه، هتلعب معاه يبوظ لك الفورة على طول. كانت هتعلق رجلها تتكسر وقتها، لازم نخلي بالنا كويس جدا يا جماعه بين السراند ده اهو، ان ما يحاولش انه يخرج مننا خالص، لان السمان يعني عظمه سبحان الله العظيم عامل زي الازاز يتكسر في مينت. خلي بالنا يا جماعة كويس جدا من اي فضلات تبقى شوكولاتة، اول ما تلاقي عندك العلق الزرق بتاعهم او الفضلات بتاعت السمان خرجت بشكل لونه شوكولاتة على طول على طول ان شاء الله. طبعا انا شفت وانا بنضف لهم كده في عندي حتت سلك عليها فضلات ناشفة وعاملة يعني قافلة الطريق، فبنضفها بالسلك كده زي ما انتم شايفين. ففوجئت لقيت اللون ده، هوريلكم يا جماعة شايفين اللون ده، اللون السايح ده بيعتبر حاجة منبه للمربين ان انت خلي بالك السمان كده عنده برد، عنده اي حاجة، في مشكلة عنده. فاحنا لازم ننزله بقى، اول حاجة بننزله طبعا مضاد سموم مهم جدا، لان طبعا مهما كان ان انت برضو ما انتش عاري العلف، ممكن ان طبعا بجيب الشكارة، الشكارة بتقعد لها شهر عندي او اكتر، فممكن نتيجة التخزين بتاعي يحصل لها اي شوية رطوبة. فطبعا اي رطوبه يا جماعه للعلف، ممنوع ان انت اي علف فيه رطوبه تحطه للسمان عشان ما تزعلش بعد كده، لازم العلف يبقى جاف 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 يا جماعه. فبقول لحضرتكم ان شاء الله ننزل لهم دلوقتي مضاد للسموم علشان لو كان في فطريات ولا حاجه، وبعد كده تاني يوم ان شاء الله نديلهم مضاد حيوي على طول. وطبعا نغسل المساء يا جماعة بالذات لو انت بتدي علاجات، علشان خاطر طبعا هو احنا عارفين السمان بتاعنا دلوقتي دايما بيحب يغسل بقه ونضف بقه، فدي بتبقى ايه يعني عاملة بتبقى يعني بتبقى دايما بتلاقي السقاية مليانة بقايا اكل.